الحلقة 61 في تفسير جزء عامة تفسير سورة الفلق. ما الدليل على فضل المعوذتين وما الدليل على كل فضيلة؟ لهم 4 فضائل. أول حاجة لم يرى مثلهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وصى بيهم يتقروا 15 يوم دبر كل صلاة، والوتر والنوم والصبح والمساء والقيام من النوم. دول خدناهم لسه مع سورة قل الله أحد الحلقة اللي فاتت بتاعت امبارح. وصى بيهم صلى الله عليه وسلم عند قيام النوم، يعني مش عند النوم بس وعند قيام النوم كمان: اقرأ بهما كلما نمت وقمت ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهن. وصى بها عند المرض، كانت عائشة كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتهما. ما سبب نزول هذه الصورة؟ إن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى سورة الفلق ليكون لها الفضل العظيم؟ قل أعوذ برب الفلق يرشد الله نبيه أن يستجير به بربوبيته للصبح. قل والمعنى أستجير برب الصبح من شر ما خلق، أن يعيذني من شر كل شيء خلقه من جن أو إنس أو هوام أو دواب، ومن شر غاسق إذا وقب. ثم خاص 3 شرور الإنسان أضعف ما يكون أمامه، فطلب منه أن يستجير به من شر الليل إذا ظهر قمره، فالليل مأوى أهل الغدر والسرقة والذنوب وما لا يجري بالنهار. من شر غاسق اللي هو الليل إذا ظهر قمره، الغاسق اللي هو القمر، إذا وقب يعني إذا ظهر، وده ما بيظهرش غير بالليل. ومن شر النفاثات في العقد، ويستجير به من شر السواحل التي ينفخن بلا ريق حتى يعقدنه وينفخن في عقد عزائم الرجال. وبيستعيذ من النساء اللي بتنفث في عزائم الرجل فيثبطوه عن طلب الآخرة ويظل طول عمره يعمل من أجل الدنيا. من شر حاسد إذا حسد، يعني من شر حاسد إذا حدث فعلا وأحدث الفعل. طيب ايه معلومات الهامة عن الصورة؟ مكانها مكية، وفي بعض الاقوال مدنية بس الراجح انها مكية. ترتيبها 113، عدد اياتها 5 ايات، عدد كلماتها 23 كلمة، عدد حروفها 74 حرف. طب ما الدليل ان الفرق الصبح؟ لان ده تفسير السلف من ابن عباس وجابر. ما الرد على من فصل الفلق انه جب في جهنم؟ نقول دي ابن عباس في رواية مجهولة عنه، وقال ابن كثير وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر، لان هذا التفسير ارجح تفسيرات اللغة اللي هو ان الفلق الصبح، ده ارجح تفسيرات اللغة. ما الدليل على تفسير الغاسق بالقمر؟ ايه الدليل؟ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أشار بيدي القمر فقال استعيذي بالله من هذا، يعني القمر، فإنه الغاسق إذا وقب. ما الدليل النفاثات في العقد؟ النفخات في عقد الخيط للسحر، لأن هذا تفسير مجاهد وعكرمة والحسن. طب ما الدليل على تفسير النفاثات بالعقد بالنفخات في عقد الرجال؟ قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. فكذلك عظم الله كيدهن إن كيدكن عظيم. كيف نستعيذ من الصحراء؟ الصورة استعاذ منها قال الحسن من شر النفاثات في العقد، قال السواحل والصحراء. طب ليه ذكرت النساء؟ لأنه غالب الصحراء نساء، يعني الموضوع ده أكتر حق واحدة يهتم بيه المرأة. قالت الحسن
قال الحسن من طريق عوف خص إناث الصحراء بالذكر لأن سحرهن أقوى وأنفذ. جزاكم الله خيرا.